السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة روائع الوصفات. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم كيكة السميد. كيكة كتير سهلة إن شاء الله بتعجبكم، زي ما أنتوا شايفين كتير طرية وهشة. خلينا نبلش إن شاء الله بالمقادير، مقاديرها كتير سهلة وبسيطة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير، وخلينا نبلش بالمقادير. نبلش بالأشياء الناشفة اللي هي السميد. سميد ناعم زي ما انتو شايفين، كوبين ونص من كواب المعيارية، ونص كوب سكر، ومعلقة بيكنج بودر، وشوية من الصودا. زي ما انتم شايفين قد تقريبا ربع معلقة من المعالق الصغيرة. بدي احركهم كلهم مع بعض، بس احركهم مظبوط. بجيب نص كوب سمنة، وبدي اعجن السميد فيه مظبوط. ما بدي اياه دايب، بدي اياه شوي يكون متماسك السمنة. اذا بدك تحطي زيت قلي برضو بصير، نص كوب زيت قلي، بس السمنة بتعطيها للكيكة اطيب طعم اطيب. فبدي احط اضلني ابسه لحد ما تفوت كل السمنة بالسميد، بعدين احطه على جنب ونبدا ان شاء الله بالسوائل اللي بدنا نحطها على السميد. جبت 4 بيضات بحرارة الغرفة، وحطيت عليهم ربع كوب من السكر، وبدي أحط عليهم نص كوب من اللبن الزبادي برضو مش من التلاجة، طلعته قبل بوقت. لازم يكون البيض واللبن مباردين، ومعلقة فانيلا. بدي أحركهم تحريك مو كتير، اللي بس إني أحرك البيض مع المكونات مو خفق كتير. بعدين بدنا نحط كاسة حليب دافئ برضو، بنحركهم، بنحط عليهم نص معلقة خميرة، نحركهم بنخليهم شوي قد تقريبا 5 دقايق، بعدين بدنا نديرهم على الخليط الناشف. وهيك بدنا نحط السائل، المكونات السائلة على الجافة. بنحطها على دفعات، أول مرة بنحطها وبنحركها لحد ما السميد يشرب الخليط، وبعدين بنحط الدفعة الثانية لحد ما نخلص الكمية كلها. فرجيكم كيف قوامها. قوامها بده يكون سائل شوي، زي تقريبا قوام الكيكة العادية اللي بالطحين. زي ما انتو شايفين بنحرك تحريك بسيط مو عجن. حطينا الكمية الأخيرة وبدنا نحركهم مع بعض. زي ما انتو شايفين كيف الخليط طلع معانا نفس تقريبا سماكة الكيك العادي، يعني على أجمد شوي مش كتير. بدي أجيب الصينية، بدي أدهنها بالسمنة. ممكن دهنيها بالزبدة، ممكن دهنيها بالطحينة اللي بدك إياه، بس برضو السمنة كتير بتخلي القاع تبع الكيكة أو الهريسة كتير روعة، بيكون لونه ذهبي هو والزبدة. أنا بحب كتير أدهن الصينية فيهم. بدي أدير الخليط فيها، طبعا أنا محمية الفرن قبل بوقت على 180 درجة. بدي أحط هذا الخليط بالصينية
كله. بس طبعا انا ماسكه التليفون بالايد الثانيه مش راح اقدر، راح احط كل اللي بالصحن بالصينيه. وهيك بعد ما حطيت الخليط كله بدي ارجها شوي عشان ما يكون فيها فراغات. طبعا التزيين برجع لإلك، ممكن تحطي فستق حلبي، ممكن تحطي اي نوع مكسرات الموجود عندك المتوفر، كل شيء كل شيء بيصير. انا حطيت جوز هند عليها برضو كتير طلعت زاكية. بدي احطها بالفرن زي ما حكيت لكم مسخن قبل بوقت، وهيك طلعتها من الفرن بعد ما قعدت تقريبا تلت ساعة. والقطر تبعها زي ما احنا عارفين انا عملت لكم اياه كتير بالقناة، اللي هو تقريبا ثلاث كاسات سكر مع كاستين مي مع شرحة ليمونة، ونتركهم على الغاز ما بنحركهم لحد ما يتماسكوا. وهيك ان شاء الله كيكتنا بتكون جاهزة، ويعطيكم ألف عافية.